كاملين معكم مشاهدي سوبر تي في بفقراتنا المتنوعة لليوم. بفقرة حزيل النهر موضوعنا لليوم رح يكون عن المراقبة. رح نقرأ مزمور 66 ونعرف أكثر عن المراقبة بحسب الكتاب المقدس، وهل الله هو الرقيب فقط ولا في أحد ثاني رقيب. رح نعرف أكثر حول هذا الموضوع مع الأب الربان فيليبوس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقاهرة بمصر. بارخمر أبونا وأهلا وسهلا فيك معنا عبر شاشتنا سوبارو تي في. الله عليك سبرتا بشانو بشلومو قناة المحبوبة سوبارو تي في المباركة، واللي هي بالفعل صوت الكنيسة المفرح لكل الناس. تودي ساقي أبونا، أكيد أهلا وسهلا فيك معنا مرة تانية عبر شاشتنا سوبارو تي في. بالبداية أبونا، مثل ما ذكرتوا أنه رح يكون موضوعنا على المراقبة، ولكن نقدر نسمع منه قراءة من المزمور 66 ومن بعدها رح نبلش بموضوعنا. أكيد سبرتا رح نقرأ المزمور 66 شيمابو وامرو روحاي وقديشو حاد ألوه شرير أمين. يقول المزمور: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلوم انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه، أجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل، لأنك جربتنا يا الله، محصنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصم. أدخل إلى بيتك بمحرقات، وفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بقرا مع تيوس. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن راعيت إثما في قلبي لا يسمعني الرب، لكن قد سمع الله أصغى إلى صوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. آمين. تودي ساقي أبونا. أبونا، موضوعنا لليوم رح يكون عن المراقبة، رح نحكي أكثر عن المراقبة ونعرف عنها أكثر، ولكن بسؤالنا وبالبداية أبونا، إيش يعني المراقبة وإيش القصد من هذا المفهوم أو من هذا المصطلح؟ صحيح سبارتا، نحن قرينا المزمور 66 الآية المفتاح اللي هي المدخل إلى الحديث اليوم واللقاء اللي رح يكون مع الأخوة المشاهدين، هو عيناه تراقبان الأمم، متسلط بقوته، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. فمشان هيك نحن نتعمق أكثر بمفهوم المراقبة أو الرقابة أو الرقيب أو المراقب. نحن نعرف أنه من صفات الله الحلوة الرائعة الجميلة هي ضابط الكل. ضابط الكل يعني هو يراقب بكل دقة بكل وضوح كل ما يحدث على الأرض من خير وشر. الشر كان من ظلم وعدوان واغتصاب واستغلال، وهلا اللي نحن عم نمر فيه الغلاء، من قبل كان الوباء والأمراض والكوارث الطبيعية وغيرها. فهو بيراقب، عيناه تراقبان كل شيء. المراقبة تكون بالعيون، عيون الله هي صفة من صفات الله كما قلنا. كثير من المراقبات في الكتاب المقدس تكون بالعيون. مشان هيك يقول: هلما انظروا بالعيون أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم. الله يراقب كل شيء كما قلنا، الخير والشر. مشان هيك يقول في أمثال 15:3: في كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين. فإذا نقدر نوصل لتعريف معين للمراقبة، نقول المراقبة يعني هي عملية رصد سلوك أشخاص أشياء أو أحداث معينة
حتى نتأكد من سير العمل الطبيعي والمتوقع لهذه الأشياء اللي بتحدث. ليش؟ من أجل الحماية، من أجل الأمن، من أجل الاستمرارية. هاي باختصار عن موضوع ما هي أو ماذا نقصد بالرقيب أو المراقب. تمام أبونا، قلت أنه الله يراقب في كل مكان. ممكن البعض منا يسأل أنه الله ليش عم يراقب؟ ذكرت بالنهاية أنه من أجل الحماية ونقاط أخرى، ولكن إذا بدنا نحكي بشكل مفصل، الله ليش عم يراقب وإيش هو الهدف من هاي المراقبة؟ صحيح، الله يراقب الأمم، يراقب الصالحات والطالحات، يراقب الشيء الخير والشر. مشان هيك نحن بدنا نشوف ما هو القصد أو الهدف ما من وراء هذه المراقبة. نحن نعرف في كل مجالات الحياة في شيء اسمه مراقبة أو الرقابة المستمرة، سواء كانت الرقابة الروحية أو الرقابة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرقابة التعليمية أو الرقابة السياسية بمختلف قطاعاتها. وهي الرقابة تكون على مستويات مختلفة، سواء كانت محلية أو دولية عالمية، وبأسلوبين، ممكن يكون فردي، رقابة فردية، أو رقابة على مستوى جماعي، الجماعة. فإيش الهدف من الرقابة؟ ما الغرض من الرقابة؟ ليش الله يراقب؟ وليش نحن لازم نراقب؟ إذا قلنا الله هو المراقب وأنا الرقيب على الخليقة أو على نفسي أو على حياتي وعلى أسرتي وعلى مجتمعي. الرقابة نقدر نقول هي مسيرة طويلة، مسيرة حياة. مسيرة طويلة فيها متابعة مستمرة لسير، بالنسبة لله، لسير الخليقة عامة من الله. كيف تسير الخليقة؟ بالنسبة للإنسان اللي كان يشوف العمل والخدمة حتى نضمن مثل ما قلنا قبل شوي إكمال العمل، إنجازه بمهارة والحرفية ودقة. حتى نحافظ على جمال الخليقة وحسنها وروعتها لازم يكون في رقابة. أشوف هل هي ماشية صح أم لا، أم هي في أعطال، حتى نتجنب الأعطال والتوقف والكسل والإهمال والترك والتغافل. لأنه هالأشياء كلها، التوقف أو الغفلة بنسميها أو الإهمال، هي أسباب كفيلة بالفشل. يا إما فشل سريع، يا إما يكون في نجاح جزئي وغير كامل. هذا طبعاً نجاح الكامل وليس نجاح. فالرغبة هي من باب النمو والنجاح والتطور والسلامة الشيء، صحة الشيء، الخير بكل أنواعه. مشان هيك ليش قرينا هذا المزمور 66؟ يقول الإنسان يوجه، صاحب المزمور يوجه كلامه إلى الرب، يقول لأنك يا رب جربتنا. تجربة كمان هي نوع من أنواع الرقابة، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا في الشبكة. هدول كلها إيه؟ هي عبارة عن خطوات من المراقبة. دخلنا في النار والماء، لكن بالأخير عملت إيه يا رب؟ أخرجتنا إلى الخزف. فهي هي الهدف من الرقابة أو المراقبة الله لنا. تمام. كمان أبونا، إذا بدنا نحكي من منه عم تكون هاي الرقابة، ولمن كمان هل الله هو الرقيب تنقول أو المسؤول فقط، ولا في شخص آخر هو يلي عم يراقب غير الله؟ صحيح سبارتا، مثل ما قلنا الحياة هي دائرة كبيرة، هي حلقات، الحلقات تكون مترابطة مع بعضها. أنا مراقب وأنا رقيب. صحيح. وليس من الصحيح أنه أنا ألعب دور وأحمل دور آخر. ولو أخذت دور الرقيب من غير ما أكون مراقب أو بالعكس سيختل الأمر، وهذا الشيء يفقد التوازن ويتحول إلى ضرر كبير على نفسي وعلى الآخرين وعلى البيئة اللي أنا أنتمي إليها. فهي المشكلة كانت مشكلة كبيرة وخطيرة يعاني منها الكتبة والفارسيين والصديقين. ليش أشكر بلوقا لما كان يراقب المسير؟ كان الكتبة الفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. يعني هون صار مقال رقابة تحولت إلى صفة سلبية، أشوف أغلاط الآخرين وأشوف فيه علة أو يعني عيب وأبتدي أشعر فيه وأسيء سمعته. لكن هذا هاي الرقابة ليست من صفات أو ذات. فإذا مما تكون الرقابة؟ الله المسؤول والرقيب، وأنا كمان أكون رقيب على الآخرين. الرب يراقب، مثل ما قلنا بالبداية، الرب يراقب الأمم والشعوب والخليقة كلها. اليوم الخادم، أي خادم في الكنيسة، نوع خدمته كانت،
يراقب المخدوم والخدمة عامة. الآباء آبائنا جسديا أو روحيا يراقبون الأبناء. صاحب العمل يراقب عمله، شوف سير العمل في اليوم. الزارع الفلاح يراقب زرعه. صحيح. التاجر يراقب تجارته. الأستاذ المدرسة يراقب، تمام، المهندس كمان يشوف الإنشاءات اللي عنده. صحيح. فإذا المراقبة هي من قبل الله ومن قبل الإنسان المسؤول، سواء كان مسؤول مدير في مرتبة عالية، منصب عالي، مشرف، أو أي خدمة يقوم فيها أو أي مسؤولية خاصة فيها. تمام. أبونا ذكرت كذا رقيب، إنه كل واحد يكون رقيب على عمله، ولكن إذا بدنا نحكي عن الرقيب الجيد والصحيح، من هو الرقيب الجيد والصحيح يلي عم يتحلى بصفة المراقبة ويقدر كل شخص إنه يقتدي فيه؟ صحيح سبارتا، أحلى قدوة وأجمل مثل صالح نبتدي فيه ونمشي على الخطى هي والدة الإله قديسة مريم، اللي كانت تبت بهاي المميزة والفصلة الرائعة. كانت يقول عنها في سفر الأمثال هي المرأة الفاضلة المتقية الرب. كانت تراقب طرق أهل بيتها، تراقب رب أهل بيتها. هاي الصفة الأجمل في والدة الله العذراء مريم القديسة. نقرأ في أمثال 31 يقول: امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق دآل المرأة المتقية. تراقب، هاي الصفة اللي نحن بنحكي عنها، تراقب طرق أهل بيتها. على من ثمار المراقبة الحلوة يقوم أولادها ويطوبونها، يعني نحن المؤمنين بنطوب العذراء. زوجها ايضا فيمدحها. هون بقى يقصد كل مرأة مسؤولة عن البيت. فإذا لحد الآن المثل الصالح اللي نحن نمشي على خطاه هي الرقيب الجيد، هي العذراء مريم تراقب بعيون أبناء الكنيسة، خاصة من الأوقات الصعبة، الكنيسة المضطهدة والمتألمة والمتوجعة. مراقبتها، الخوف على أولادها، صحيح. الحرص على أولادها من الأخطار، مراقبتها بالصلاة لأبناء، التشبع، مراقبة السهر، التعب ليلا ونهارا. فإذا مشان الناس ما تقول صعب إنه أنا أكون رقيب على غيري، أنا يا دوب أنا أخلص نفسي وأنا مالي من الآخرين وأنا مع نفسي ما بدي مع أختلط مع حدا، لا، في ناس سبقونا وفي ناس لا زال وراح يستمروا يكونوا رقباء جيدين على الأمانة اللي الله كتبها بإيدهم، ومن ضمن العذراء مريم وكل هالقديسين الأبرار الصالحين. تمام. كمان أبونا إذا بدنا نحكي عن الأدوات يلي تكون لازمة أو يلي عم يستخدمها الإنسان المراقب بصفة المراقبة، نقدر نعرفن معك؟ أكيد استفدنا في كثير من الأدوات العملية اللي تساعدنا إنه نقدر نقوم بعملية المراقبة والرقابة بشكل صحيح وسليم ويأتي بثمر. تمام. رح أسبس بعض منها. قبل شوي أنا قلته في الله اعطاني مسؤوليه، او خلينا نقول وزنه روحيه، صحيح، موهبه سماويه، عطيه اعطاني. فاول شيء انا مؤتمن على هاي الوزنه الصالح، يعني اول شيء احساسي بالمسؤوليه تجاه هاي الوزنه، واحد احساسي يبقى من داخلي. اثنين، الاحساس يقودني الى دائما انا دائما سهران متيقظ روحيا، مستعد دائما حتى اقدر اكون امين وغيور سهران على هالوزنة. مشان هيك إشعياء قال كثير جملة حلوة ب 21:8، كثير آية عبر فيها عن كل موضوع، يقول: أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، طيب في الليل، وأنا واقف على المحرس كل الليالي. المرصد والمحرس بيذكرنا بالعساكر أو اللي بيخدموا جيش، شلون يوقفوا يراقبوا العدو لما حيجي ويكونوا مستعدين بالسلاح الله الكامل. نفس الشيء قال عنا إشعياء. الثلاثة، لازم إذا أنا أراقب مراقبة سليمة يكون عندي أعضاء سليمة، سلامة الأعضاء ثلاثة، والحواس، وبالأخص مثل ما قلنا المراقبة بالعيون الثاقبة البسيطة المستنيرة. عشان هيك بيقول مزمور 33 ايش يقول؟ 18، هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته. أربعة، مثل ما قلنا بالبداية في التعريف، يكون في متابعة دقيقة، اهتمام بكل صغير وكل كبير، بدقة التفاصيل حتى يكون العمل ياخذ
النجاح الأكبر. خمسة، لازم إذا أنا أردت أطلع على مكان عالي، مش معنى أطلع على الدور الأخير أو الطابق الأخير بالبناية أو لا، يعني أرتفع عن ما أنا عايش فيه. مكان مسمين احنا دائما نقول برج المراقبه، برج المراقبه شو يقصد فيه؟ يعني هو برج حصين ارتفع فيه عن الدنيويات وعن الاشياء الارضيه، مكان عالي مخصص محصن، اسواره عاليه، متين قوي، يكون فيه رؤيه، اقدر اشوف رؤيه واضحه ودقيقه، ورؤيه فيها مليانه حكمه الهيه وعدل. عشان هيك يقول الله لما يراقب يقول في مزمور 11 4: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، اجفانه تمتحن بني ادم. هذول هن اهم الادوات الاساسيه الخمسه اللي ممكن نحن نتحلى فيها حتى نقدر نكون رقباء كويسين. تمام. أبونا أيضا بسؤال آخر بدنا نحكي فيه عن الأنظمة، إيش هن الأنظمة المستخدمة أو تنقول الأنظمة المسيطرة والحالية على الإنسان، أنظمة المراقبة؟ صحيح سبرتا، هذا السؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله، الأدوات. في تمام. أنظمة حالية للأسف سيطرت وهيمنت وتغلغلت على حياتنا بسبب التطور السريع والتحديات الصعبه. نحن طبعا مش ضد التطور او التكنولوجيا العلميه اللي أكيد. وصل لها في الانسان، لا، لانه هي هاي وسائل مهمه وانظمه ضروريه ومفيده ايضا للانسان، لازم الانسان يستخدمها الى اقصى درجه، لكن لا يمكن ان تحرم حدا الانسان نفسه اللي هو نفسه وروحه ومشاعره وحسيس. شو هاي الادوات؟ يعني للاسف تحولت انظمه المراقبه الى كاميرات ورادارات، كاميرا ورادار، أجهزة إلكترونية دقيقة، لكن هي حل محل الإنسان. للأسف عدسة الكاميرا أخذت حل إيه؟ بؤبؤة العين أو العين نفسها، دور العين البشرية. فهون إذا المراقبة صارت غير مرتبطة بأحاسيس ومشاعر الإنسان وبروح الله ساكن فيني. الرادار هل محل المشاعر الإنسان، وهذا الشيء كثير خطير. بعدنا عن روح الإنجيل، أنا أقصد إيش هون بالرادار والكاميرا؟ أقصد التفكك اللي عم نعيشه رهيب، كل واحد مع الموبايل تبعه والايباد تبعه والجهاز تبعه، صار اسير لهذا الجهاز. الانا صار في انعزال بيني وبين اخوي القاعد جنبي، في الاجتماعات، في البيوت، في نطلع في المواصلات، في اي مكان نشوف دائما ايه الفرديه والانعزال، هذا الشيء كثير خطير. عشان هيك هذا الشيء اثر على الانسان الحالي في عبارات انتشرت في وسط هذا الجيل. يقول لك انا حر، ما حدا له علاقه فيني، لا احد دخل فيني، هذا نتيجه ايش؟ الانظمه اللي سيطرت علينا. انا واعي كبير وافهم، ما في داعي حدا يعطيني نصائح يتفلسف علي، يعني هي عبارات شعبيه بس لازم اقولها. انا ما محتاج احد، انا اقدر احل مشاكل نفسي، شوف هالعبارات كلها منتشره. خلي نصائحك لك، لا تعطيني نصائح. اول شيء خلي انت ظبط حالك وبعدين احكي علي. مثل ما صار مع موسى في العهد القديم في مصر، هو عايش في مصر في خروج 2 14، لما اجى يتدخل وقالوا من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر انت بقتل كما قتلت المصري؟ اخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر. تمام. أبونا إذا بدنا نحكي عن المؤمن الحقيقي اللي عم يتمتع أو يريد يتمتع بصفة المراقبة ويكون رقيب جيد، شلون يقدر يتمتع بهاي الصفة؟ إيش هن الخطوات أو ممكن في نقاط لحتى يقدر يكون رقيب جيد؟ حقيقة سبارتا، الرقيب الجيد الناجح دائما إنسان يسمع ويعيش الطاعة الحقيقية لربنا وينفذ الوصية. وراح أجيب مثل هون شخص في العهد القديم، حزقيال الرقيب والله المراقب، الله المراقب، حزقيال الرقيب. حزقيال بختار، هو من أحد الأنبياء الكبار واسمه الله يقوم. طبعا كان أجد فترة تسببه، كان مسبي في أرض غريبة، لكن كان عنده حرية، حرية أولاد الله. كان ينطق باعتبار هو نبي، قلنا من الانبياء الكبار، ينطق بنبوءات كثيره. وكان مرجعيه حلوه لشيوخ الشعب يعطون اذا بدهم نصيحه او ارشاد او اي امر فيه، يعني بدهم ياخذوا خبره عمليه.
هذا الشخص الله كلمه، صار كلام الله له حسقيال في ارض الكلدانيين حلبة سبأ عند نهر خابور. كانت عليه يد الرب وقال له، حكى على موضوع الرقيب، شلون يكون رقيب وشلون هي المجازات اذا ما عمل في هذه الوصيه. قال له يا ابن ادم فجعلتك رقيبا لبيت اسرائيل. شوفوا هون الرقيب اللي نحكي عليه في كل هذا اللقاء. قال عملتوك رقيب على بيت اسرائيل، يعني انت نبي تكلم بكل شيء انا اقول لك عليه. فاسمع، نحن لازم حدا نكون مراقبين جيدين، يعني العين ترتبط بالاذن، الاذن الذي تسمع، من له اذنان سمع، فاسمع الكلمه من فمي وانذرهم من قلبي. اذا انت حتى تكون رقيب ناجح لازم ايه؟ تسمع وتخبر وتنذر. طيب اذا اليوم هذا حسقيال الرقيب الجيد اهمل في مهامه في المراقبه ومسؤولياته ورسالته لازم يوصلها لهذا الشعب، تطلب منه دم هاي النفوس اللي الله وضعها بين ايده. افي كما يقول فان راى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يحذر الشعب، فجاء السيف واخذ نفسا منهم، فهو قد اخذ بيده بذنبه دما، فدم هذا الشخص يطلب من يد الرقيب. تشوفوا خطوره عمل المراقبه، انه اذا انا يومي مسؤول واخذت مهام الرقابه على شعب، اليوم انا ككاهن او كشماس في عندنا بيسمعنا او كخادم او كاب مسؤول عن بيته او مراه ام مسؤوله عن اولادها، اذا ما تمتعت بهي الصفه للاسف في ناس تقول لك الرقابه هي صفه سلبيه، انه انت تراقبني، انت عينك علي وين ما اروح وين ما اجي، انت مركز فيني ليه، انت ليه ليه، فهي صفه غير محبوبه غير مرغوبه، لكن هي صفات، صفات الله، هي صفات ابناء الله الذين يراقبون من قبل الله ويراقبون طرقهم، افكارهم، علاقاتهم، خدماتهم، اعمالهم. فاذا المراقبه هي سر نجاح المؤمن الدائم واستمراره. يتطلب منه جهود ما قلنا في ادوات لازم يعني يكون متمكن فيها، لكن ما عندنا نعمه الهيه. عشان هيك نفس المزمور اللي قرار يقول هلما اسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. تمام أبونا، بعد ما حكينا عن المراقبة بنقاط كتار وعرفنا أكثر عنها وعرفنا كل المشاهدين عنها، بكلمة أخيرة تحب تختم فيها حديثنا وموضوعنا لليوم؟ حقيقة بدي كمان أختم بمزمور 94. إذا في من أولاد العالم اليوم يتهمنا ويتكلم علينا ويقول لنا أنه أنتم متشددين، أنتم بتراقبوا، أنتم مدققين، أنتم ملتزمين، بيعبر عنها في المزمور يقول يقول لنا افهموا ايها الولداء في الشعب ويا جهلاء متى تعقلون. يقول الغارس الاذن الا يسمع؟ الصانع العين الا يبصر؟ المؤدب الامم الا يبكر؟ المعلم الانسان معرفه؟ هن بيحكوا انه نحن يعني في فكره بالوسط المجتمع الاخير انه نحن كل انسان مع نفسه. ويبث يعني تعاليم غريبه في جسم الكنيسه، انه كل انسان مسؤول عن نفسه، لكن لا، احنا نقول انه الله هو عيناه دائما تراقب الامم. لا يغفل عليه، لا ينعس، حافظك لا يعني، هو ضابط هذا الكل والكون كله بايده. عشان هيك سلمنا مسؤوليه كبيره واعطانا السلطان انه نحافظ على هاي الخريطه، على جمال الخريطه، و لانه هاي الامانه رح تطلب منها يوم يوم من الايام. عشان هيك بنقول انه تعالوا واسمعوا، شوفوا الله شو هو، اله يراقب من اجل، مش لانه يضغط علينا، من اجل انه هو بيحبنا وبذل نفسه من اجلنا، هو بيراقب ليش؟ حتى نشوف اعماله الحلوه. فلنقول يقول اهتفي لله يا كل الارض، رنموا بمجد اسمي. فعملية المراقبة عملية صعبة شاقة متعبة، لكن مهمة جدا في حياتي الروحية. كيف أنا أكون مراقب من الله، أعي نفسي وحياتي وأسرتي وخدمتي وكنيستي، كيف أكون رقيب جيد، لأكون أنا دائما شخص مستعد سهران يقظ على النفوس اللي الله حطها.
أكيد أبونا. أبونا بالختام توي ساقي لوجودك معنا اليوم وأكيد إغنائنا حول هذا الموضوع المهم والممتع. تودي أبونا. تودي سبرتا. شكرا لقناة سوبورو تي في على الاستضافة الجميلة، تحياتنا للجميع. نعم مدام. مشاهدي سوبورو تي في وصلنا لختام حديثنا لليوم، حكينا عن المراقبة، إيش القصد من المراقبة والأدوات ونقاط كتار ناقشناهن مع الأب الربان فيليبوس عيسى، نتشكره لوجوده معنا اليوم. أكيد فقرات كتار عم يستنونا، رح نكملها نحن وأنتن لكن بعد ما نرجع من البريك.